السلام عليكم طلابنا. اليوم محاضرتنا عن ملايين جلايكوسايد اللي شرحنا عنها بالنظري. فشن هي هاي ملايين جلايكوسايد؟ طبعا إذا تشوفون هذا الفيديو وصلت المشاهدات مالته إلى أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، وطبعا النصائح اللي تقدمها هي غير صحيحة وتؤدي إلى مشاكل صحية. فخلينا نشوف شو تقول. اليوم الحلقة راح نتكلم بيها عن مشاكل تصير بالقولون وبالمعدة. هاي المشاكل يعني مثلا هواي ناس تصير عندهم حرقة بالمعدة بالقولون، انتفاخ، فبطنهم تكون قبض، يعني ما تكون لينة، ويعني سوري بهالكلام انه 3 أيام 4 ما يقدرون يروحون للحمام. فسألوني انه شنو الشغلة اللي تقدر تفيدنا بهاي الموضوع، واني مستفاده من ماده مستخدمتها مثل الشاي مستخدمها وجربتها وكانت بالفعل كلش مفيده. خلي تحكي لكم مها شلون كانت اول تجربه لي وياها. صديقتنا طبعا هي اللي عرفتنا عليه، لانه اجت لنا مره وصدق كانت ضعفانه، قلنا شنو هذا السر، يعني شنو مسويه؟ فقالت اني اشرب شاي، وقلت لنا اشرب شاي اسمه سنمكي. هذا شنو سنمكي؟ فكتبت سنمكي وعرفت اوف بي على مود كعلاج، كعلاج للناس اللي عندهم قبض بواسير، اي فكلش شيء رهيب. اول فصديقتنا قالت استعملوا خاشوقه بس اني قالت اني ورا 3 أيام بديت انه اروح للحمام. فماما طبعا تفكر يعني كل ما اخلي اكثر كل ما اسرع. فخليت شو خليتي؟ والله هيك ايدي يعني تخبر، يعني تقريبا يطلع على شيء 5 ملاعق، وخليتهم يعني بكوب مي وشربتهم. يعني عينكم ما تشوف الا النور. أنا شن لما هي صار هيك بيها أنا ضحكت ضحك مو طبيعي، فشورت بي، فقلت أنا همين أبدأ أستعمله هذا الشاي مفيد. فقلت لها بس ماما شلون تخليلي بس ملعقة واحدة، مو تخليلي هالكثر. قالت لي أوكي. فأني فكرت إنه راح ورا 3 أيام ولا على الأقل ورا كم ساعة، فشربته يمكن ورا 20 دقيقة صار وياي. فبعدين خلصت وطلعنا نتعشى. فانا على بالي خلاص يعني انه مره واحده يشتغل وذاتس ات. لحد الان اتذكر ذاك اليوم. فشفنا انه اول شيء دا يعطون نصائح مو صحيحه، بس نجي نناقشها ليش مو صحيحه. والنبات اللي استخدموه اللي هو السنمكي يحتوي على الانثراكوينون جلايكوسايدز، فهاي الجلايكوسايز تتميز باللاكزيتيف افكت. فالاوبجكتيف مال هاي المحاضره او هذا المختبر لازم نعرف شنو هي النباتات البلانت كونتيننج انثراكوينون جلايكوسايد، شنو هي الفارماكولوجيكال افكت اوف سنة، اند ذا كيميكال نيتشر اوف اكتيف كونستيتوينتس، اند تو اكستراكت ذا انثراكوينون جلايكوسايدز. اول شيء الفارماكولوجي، شلون هذا الدرج او هذا الانثراكوينون جلايكوسايز الموجوده بالسنه شلون تشتغل. الانديكيشن يعني شنو او المنت نوصف هذه الدرج هذا او الانثراكوينون جلايكوسايز او السنوسايز الموجوده بنبات السنه. الانثراكوينون اند ريليتد جلايكوسايز ار ستيمولنت كاثارتيك laxatives. يعني شنو الفرق بين الكاثارتيك واللاكزيتيفز؟ الكاثارتيكس هي اللي هي تعطينا complete evacuation of the bowel، يعني انه كل الامعاء كل القولون تفرغه من الستول ماتيريال، while laxatives just to ease the defecation just to start the process ف not يعني necessarily to be complete evacuation of the bowels. while cathartic لا، انه تفرغ لنا الامعاء تماما من كل المحتويات مالتها. طبعا it's used for constipation in patients
who do not respond to milder agents. يعني اللي هو البيشنت مثلا نستخدم علاجات بسيطة مثلا أكل برتقال أكل كيوي أكل أو أخذ فايبرز مثل النخالة إلى آخره. هاي الأشياء البسيطة اللي ما أدت إلى أنه تعطي عندنا نتيجة، بهاي الحالة نستخدمها كعلاج أخير كلاست تشويس، نلجأ له أنه نستخدم هذه الأدوية، لأن بالنهاية هي very effective and very strong medications. بالتالي هي بها side effects. So we should يعني take them or keep them for as a last choice to be used. فالفرق قلنا أنه عن بقية الـ الـ أو استخدامه هو بحد هاي الجلايكوسايز أو الأنثراكوينون جلايكوسايز should be kept for patients who are not responding for milder agents. يعني إذا patient مثلا استعطينا خلينا نقول اكو عندنا أدوية هواية، أنواع هواية من اللي هي اللاكزاتيفز، مثلا عندنا اللي هي سحول الأوزموتيك لاكزاتيفز، عندنا مثلا البلك فورمينج لاكزاتيفز، فذني كلها أنواع هواية عندنا احنا متناول يدنا، وكلها يعني أقل خلينا نقول ضرر بها، ما بها فد strong side effects. فلازم أول شيء we have to try these drugs, then we when they are failing in giving a good response, we can use these drugs اللي هي الأنثراكوينون جلايكوسايز أو السنة. زين، هذا الاستخدام الأول إلها إنه for constipation for patient who are not responding for milder agents. الاستخدام الثاني اللي هو for evacuation before investigational procedure or surgery. إنه فرضا patient يريد يسوي له endoscopy للقولون، ف يعني عملية تنظير، فبهاي الحالة لازم إنه patient يفرغ كل أمعائه حتى يقدر الطبيب إنه يسوي endoscopy تنظير. فبهاي الحالة لازم نسوي complete evacuation ونستخدم مباشرة اللي هو الكاثارتكس. الكاثارتكس اللي هي نفس الأنثراكوينون، قلنا هي تشتغل كاثارتك لاكزاتيفز، ف انه نستخدمها فور كاثراتايزيشن انه هي تفرغ لنا كل الامعاء. فبهاي الحاله هذا او الاستخدام الثاني لها انه نستخدمها كاثارتكس حتى نفرغ كل الامعاء. زين، الميكانيزم اوف اكشن شلون تشتغل؟ اول شيء باي انكريزينج ذا تون اوف سمول مسل اند ذا وول اوف ذا كولون and stimulate the secretion of water and electrolytes in the large intestine. فهي عندها two modes of action. أول شيء إنه هي تزود حركة أو تزود قوة ال smooth muscles in colon. ثاني mode of action أو ثاني mechanism إنه هي تسوي secretion for water and electrolytes for in the large intestine. هو الكولون النورمال فيسيولوجي مالته يسوي absorption for water and electrolytes، فهي تعكس النورمال فيسيولوجي انه تعكس عمل الكولون، بدل ما يسوي absorption راح يسوي secretion. فبالتالي اذا كان اكو بالكولون hard stool material will be softened by the secreted fluids and electrolytes، وبالتالي راح يصير لها more smooth evacuation from the colon. زين، الـ onset of action غالباً هي تبدي تأثيراتها بعد 8 إلى 12 ساعة، فغالباً إحنا ننصح الـ patient إنه يأخذ العلاج بالليل قبل لا ينام. زين، لأن حتى الصبح يعني تطلع مالته البطنة تطلع أو يعني يصير defecation. ف زائدا شنو الهدف او الغايه انه بالليل دائما ننصحه؟ لان كل عضو من اعضاء جسم الانسان له فشي اسمه السيركاديان ريثم، انه شلون الساعه البيولوجيه يسموها سيركاديان ريثم، انه كل عضو من الاعضاء له
فترة أو ساعة محددة من اليوم تزداد بها الأكتيفيتي مالته، وأكو ساعات تقل بها الأكتيفيتي مالته. فالكولون أو اللي هي الجي أي تي تزداد نشاطه خاصة فترات الصباح الأولى، ساعات الصباح الأولى. فحتى يعني to ensure the success of the treatment we have to give it before sleep to start or to so that the anthraquinone glycosides will start their action and simultaneously with the starting or the maximum activity of the GIT at early hours of the morning. زين الـ adverse effects، طبعا هي الـ adverse effects هي جاية نتيجة العمل الـ هاي الـ anthraquinone glycosides. فأول شيء هي habit forming، إنه يسوي dependence، إنه الـ patient يبدي يأخذها ويصير عندنا lazy bowel syndrome، إنه بعد الأمعاء ما تشتغل إلا بالحباية. و habit forming لأن بما إنه هي تطلع تسوي complete evacuation، فيتخيل المريض إنه بطنه قبض ثاني يوم يعني. ف بما انه هو يتخيل بطنه قبض وما قاعد تطلع، في شيء يسوي؟ ياخذ بعد حبايه. فهي habit forming زائد يسوي lazy bowel syndrome، انه بعد اذا خاصه على المدى البعيد تفقد القدره الامعاء على الحركه بصور طبيعيه، انه بعد ما تطلع الامعاء او ما يصير عندنا defecation without the taking the anthraquinone glycosides. Then fluid imbalance and the cramps. Fluid imbalance جاي إنه هو الكولون دي يسوي secretion على stool material. زين fluid and electrolyte، بالتالي راح يصير عندنا imbalance خاصة بالpatients اللي عندهم dehydration or children. وcramps جاية من اللي هي muscle spasm، إنه هي تحفز الجهاز الهضمي على الحركة هاي الأنثراكوينون غلايكوسايز، وبالتالي يصير عندنا المغص. زين الأغلايكون ستراكتشر طبعا هي هاي المركبات جاية من الأنثراسين. زين الأنثراسين هو هذا ثلاث حلقات إذا اندمجت سوية يصير عندنا مركب اسمه الأنثراسين. إذا صار عندنا oxidation لهاي الحلقة بالنص يعني from two or both sides راح يصير اسمه الأنثراكوينون، اللي هي هذه الحلقة السداسية إذا كان بها two إذا كان بها two ketone groups هاي اسمها كوينون. فهذا جاي الستركشر إذا هو أنثراسين وبي كوينون صار اسمه أنثراكوينون. زين الأنثراكوينون إذا صار له ريدكشن يصير عندنا هذا الستركشر اللي هو أنثرون، يعني هاي هنا الحلقة العفو الأكسجين أو الكيتون ريديوست، يعني ضافت لها هيدروجين، راحت الأكسجين معناتها شنو؟ انه صار only one ketone group عندنا، فاسمه anthron. الانثرون يصير بي داتومرايزيشن، يعني شلون يصير بي كانه ايزومرايزيشن، انه يتحول شكله من الى شكل الاخر، فممكن انه يصير له يصير كحول، فيصير عندنا انثرانول. هذا الانثرانول وهذا الانثرون هذني اثنيناتهم اذا يرتبطن ويا another molecule هن بوحدهن يسيحولهن مونيمرز، يعني جزيئات وحدة. زين إذا ارتبطن كل وحدة من هذين المونيمرز ارتبطن ب another monomer راح يصير عندنا دايمر. مثلا هسا عندنا هذا دايمر وهذا دايمر. زين إذا ارتبط بعد الدايمر بدايمر آخر راح يصير عندنا أخير شيء بوليمر. فالقصد إنه الأنثرون إذا ارتبط ب two أنثرون يعني أو second أنثرون راح يصير عندنا داي أنثرون، while الأنثرانول اللي إذا ارتبط ب another أنثرانول زين راح يصير عندنا داي أنثرانول. فهاي اللي هي الأجلايكون ستراكتشر الموجود بال
الأنثراكوينون غلايكوسايز. زين الغلايكوسايز ستراكتشر طبعا احنا وضحنا اكثر بالمحاضره النظري، بس هاي يعني في الاعاده سريعه انه غالبا انه ممكن يكون عندنا الغلايكوسايد، ممكن يكون او غلايكوسايد، ممكن يكون سي غلايكوسايد، ممكن او اند سي غلايكوسايد. زين وطبعا ممكن يصير عندنا الستراكتشر عندنا اذا كان الستراكتشر متكون من تو سيميلر مولكيولز، بهاي الحاله مثلا هنا هاي الار كذلك هي كاربوكسيل، فبهاي الحاله يصير اسمه هومو دايمر. زين معناته انه هذا الدايمر هو متشابه بالحلق بالتو بارتس مالته، هذا البارت يشبه هذا البارت، فهذا اسمه هومو دايمر. فرضا هاي الار هنا كانت عندنا كحول هيدروكسيل، فهذا الدايمر يعني هاي المونومر، هاي المونومر ما تشبه بعض، زين كل وحده شكل، فهذا يسمى له هيترو دايمر. زين هاي الاذر ديريفاتيفز اوف انثراكوينون غلايكوسايد مثل الايمودين، ايمودين رين فيزوسين الى اخره. فهذا طبعا صوره نبات السنه. زين اكو هواي منتجات من عده. طبعا السنه مثل ما وضحنا لكم اللي هو من الادويه الموجوده بال WHO essential list of drugs، اللي هي يعني الادويه اللي هي توصي بها او هي اللي تقرها منظمه الصحه العالميه لكل الدول انه لازم تكون يعني شلون كحد ادنى انه لازم تتوفر كل الدول. نبات اخر هو الكسكارا. طبعا الكسكارا هو يعني يستخدم كلاكزيتيف خاصه بامريكا الجنوبيه، بس هو غير محبذ بالاستخدام لان هو يعني يعطينا فيري سترونج افكت. كذلك الفرانجولا الهايبريكم هذا يستخدم از انتي ديبرسنت for treatment of depression. زين ف يعني صحيح هو انثراكوينون، بس هذا الاستخدام الاكثر شيوعا له. روبارب هذا هم كذلك نبات يستخدم ك لاكزيتيف، وطبعا بالفود كذلك ممكن ينوكل. الالو هو اكثر شيء يستخدم بالمنتجات الجلديه، بالسان سكرينز، بالمنتجات اللي هي مضادة للشمس، لأن هو بتأثير مرطب ويعالج الصن بيرنز. شلون نسوي extraction for anthraquinone glycosides؟ طبعا طريقة الاستخلاص هي decoction method. النبات المستخدم اللي هو الكاسيا اكتيفوليا أو كاسيا انجستيفوليا اللي هو نبات السنة. الجزء المستخدم اللي هو dried leaves. زين اول شيء راح ناخذ نص غرام من الباودر ليفز اوف سنه، نخليها 50 مل ووتر. زين نسوي بويلينج، هذا هو الديكوكشن. بعدين نسوي كولينج اند فلتريشن، ناخذ الفلتريت نخليه بسيبراتوري فنل. الفلتريت نضيف له 10 مل كلوروفورم. زين هو عندنا هنا هذا سيبراتوري فنل، جبنا الفلتريت خلينا بال سيبراتوري فينال، نجيب الكلوروفورم نخليه بال سيبراتوري فينال. الفلتريت هو اكوياس، الكلوروفورم هو اورجانيك او هو يعني نون بولار سولفنت. فلما نخليهن سويه بال سيبراتوري فينال راح يصير عندنا تو لايرز. ف نسوي شيكينج للسيبراتوري فينال، نسوي ليكويد ليكويد اكستراكشن. زين شنو يعني ليكويد ليكويد اكستراكشن؟ يعني لايك ديزولف لايك، يعني المولكيولز الموجوده بالفلتريت اذا كانت هي هيدروفوبيك نذوبها بالكلوروفورم، اذا كان اكو عندنا بالفلتريت مواد بولر راح نذوبها بالاكويس او تبقى هي اصلا بالاكويس ميديا. فايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ابر لاير ولور لاير. اللور لاير راح تحتوي على الكلوروفورم، العفو راح تحتوي على الفري اجلايكون داي انثرون. النبات السنه يحتوي اللي يكون الانثراكوينون موجود بيه بحالتين، موجود از اجلايكوسايد، موجود از اجلايكون. يعني ممكن انه بعد هذا ما مرتبط
بالشوغر بارت نتيجة مثلا أو متكسر الجلايكوسايد مثلا نتيجة وجود إنزيمز. فتو تايب أوف أنثراكوينون راح نحصل as a free and as binded with sugar. فالbinded with sugar or as a glycoside راح يظل موجود بالأكويس لأن يكون more soluble like dissolve like. فهذا اللي يكون more soluble إيش راح نسوي له اللي هو بالأكويس راح يحتوي إما الـ whole glycoside أو الـ part الأول أو fraction الثاني العفو راح نكسره للجلايكوسايد هذا أول شيء إنه نضيف له فيريك كلورايد and HCl. HCl إيش راح يسوي لنا with boiling راح يكسر العصرة الجلايكوسيدية زين فرضا إنه هذا اللي هو عندنا هذا فرضا هو الداي انثرون فوعدنا هذا هنا شوجر فال HCl يجي يكسر هاي العصره الفيريك كلورايد شو يسوي يجي يكسر هاي العصره الكربون كربون بوند فايش راح يصير بالنهايه انه كل قبل شويه كان الدراج او اللي هو الجلايكوسايد كان على شكل انثراكوينون جلايكوسايد هسه راح يصير شنو عبارة عن مونو أنثرونز لأن إحنا كل هذا المولكيول كسرناه وفسخناه فهذا جزء راح يصير وحدة وهذا جزء راح يصير وحدة والشوغر هم راح يصير وحدة فنضيف مرة ثانية هنا كلوروفوم فالكلوروفوم راح تحتوي على المونو أنثرون زين لأن هو يكون مور نان بولر والشوغر بارت راح يكون بالأكوياس لاير فراح يصير عندنا فراكشن أي فراكشن بي وفراكشن سي فراكشن اي هذا الاول شيء حصلنا فوق قبل شويه راح يحتوي على الهول جلايكوسايد الاجلايكون اللي هو فراكشن بي اللي بالبدايه مباشره عزلنا وفراكشن سي اللي هو المونو انثرون اللي هو اخر شيء طلعتنا هذا قبل شويه وشكرا جزيلا.